تفاصيل أكثر عن هذه الصفقة وهذا التخارج. يا أهلا ومرحبا، شكرا للدعوة. نعم، قامت شركة العليان المالية للاستحواذ على نسبة 51% في شركة اتحاد الخليج الأغذية، ومن ضمن هذه الصفقة تم التخارج بنسبة 30% التي تملكها صندوق جدوى للاستثمارات في المجالات الأغذية. من باب الخلفية، شركة اتحاد الخليج الأغذية هي من الشركات الرائدة في مجال صناعة المشروبات والعصائر، وهي في الواقع من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط. قمنا بالاستثمار في الشركة باستحواذ نسبة 30% في عام 2009 بهدف المساعدة في تطوير الشركة وتسريع عجلة نموها. وفعلا خلال فترة الاستثمار والله الحمد حققت الشركة نمو تراكمي بمعدل 22% سنويا. نعم سيد طارق، هذا يقودني للسؤال، إذن لماذا التخارج طالما كانت هذه الشراكة الذكية بهذا الحجم وهذا الكيف؟ نعم، هذا في الواقع يرجع إلى مبدأ أو فكرة عمل الاستثمارات الملكية الخاصة. فالشركات الملكية الخاصة تبحث عن شركات ناجحة وقوية في مجالات لها فرص للنمو، وتقوم بالاستثمار أو باستحواذ على حصص في هذه الشركات، سواء لحسابها الخاص أو لحساب عملائها المستثمرين معها، بهدف المساعدة في تطويرها وتوسيع أعمالها وتحسين أدائها خلال فترة سنوات من الاستثمار. ومن ثم بعد إتمام عملية التطوير والتحسين خلال فترة الاستثمار، يتم التخارج إما عن طريق صفقات خاصة مثل ما تم في هذه الحالة، أو عن طريق الطرح في سوق الأسهم العام بحسب ما يفيد مصلحة الشركة ويعود بالمنفعة للمستثمرين فيها. جيد سيد طارق، إذن بناء عليه لا شك في أنكم الآن تتحسسون الطريق نحو صفقات أخرى واستثمارات أخرى، يعني إذا كان هناك في البال حدثنا وشركنا. صحيح، ولله الحمد مجال أو نشاط الملكية الخاصة في جدوى مجال كان له نجاحات ممتازة خلال السنوات السابقة، ونتطلع للمزيد إن شاء الله. إلى الآن قمنا بالاستثمار في 6 شركات بمجمل استثمارات تفوق 3 مليار ريال، أحدها طبعا اتحاد الخليج الأغذية. كما تعلمون أيضا قبل أسبوعين تقريبا تم طرح شركة الحكير في مجال الضيافة، وهي أيضا أحد الشركات اللي احنا مستثمرين فيها، وأيضا نتوقع إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة يتم إتمام عملية طرح شركة الحمادي في مجال العناية الصحية، وهي أيضا أحد الشركات اللي احنا مستثمرين فيها. الحمد لله استثماراتنا إلى الآن ممتازة وأدائها ممتاز، ونتطلع إلى المواصلة في الاستثمار في هذا المجال، وإحنا في الواقع بشكل مستمر ننظر ونبحث في فرص استثمارية عديدة في مجالات مختلفة أو في قطاعات مختلفة، ونتوقع أن نواصل في هالمجال إن شاء الله. نعم سيد طارق، إذن بشكل عام يعني كيف تقيم الأجواء الإقليمية والدولية من حيث الاستثمار الآن في ظل ربما بعض الاضطرابات التي تحدث هنا وهناك؟ نعم، بشكل عام نظرتنا للاقتصاد السعودي والسوق السعودي إيجابية. فلو نظرنا إلى السوق السعودي من ناحية أساسيات مقومات النمو فيها، نجد 3 مقومات رئيسية. الأول طبعا اللي هو قطاع الطاقة ومشتقاته وكل الخدمات التابعة له. الثاني وهو الاستثمارات الحكومية في مجالات البنية التحتية، والتي تدفع بتنمية عدة قطاعات تابعة لها بما يشمل قطاع التشييد والبناء ومواد البناء. وأيضا المحرك الثالث للسوق السعودي هو النمو الديموغرافي والنمو السكاني،
وارتفاع مستويات الدخل الذي يواكبها بما يزيد من الصرف الاستهلاكي في القطاع الخاص بشكل عام. هذه كلها نعتقد أنها سوف تستمر وتستمر بدفع عجلة النمو إن شاء الله في الاقتصاد السعودي. لو نظرنا إلى مجالاتنا في أو نشاطات جدوى بما يخص نشاط الاقتصاد السعودي في مجال الملكية الخاصة أو الاستثمار في الشركات الخاصة، ننوي الاستمرار في هالمجال، ونعتقد أنه في دور مهم وكبير نستطيع نقوم فيه في مجال استثمارات الملكية الخاصة، وهو المساعدة مساعدة الشركات العائلية على تطوير أدائها، تطوير نظام الحوكمة بما يساعد في استدامة هذه الشركات والانتقال الصحي والصحيح والسلس من جيل إلى جيل آخر إن شاء الله. نعم. في مجال الاستثمارات في الأسواق الأسهم نظرتنا إيجابية بشكل عام، فنتوقع مثلا في السوق السعودي أن تكون نمو أرباح الشركات في السوق بحدود 15%. نتوقع أن تكون توزيع الأرباح خلال 2014 بما يفوق نسبة 3%. ونعتقد أنه موجود سيولة كبيرة في السوق تتطلع للدخول والاستثمار في سوق الأسهم، وهذا نعتقد أنه راح يعطي دعم قوي لسوق الأسهم السعودي. نعم. وفي هالمجال جدوى أيضا نشيطة، اليوم ندير تقريبا مجمل أصول تحت الإدارة بحدود أو تقارب 20 مليار ريال، وأداءنا الحمد لله مستمر في الطليعة. وأعتقد بشكل عام السوق السعودي مقوماته جدا قوية ونشيطة وأفضل من كثير من الأسواق العالمية أو الاقتصادات العالمية. النقطة اللي قد يكون لها تأثير على الأسواق بطبيعة الحال إذا صار في أي اضطرابات سياسية في المنطقة، فهذه بطبيعة الحال دائما تؤثر على السوق. إذن بارك الله في خطوتكم، تقبل الله صيامكم. رئيس التنفيذي في شركة جدوى للاستثمار والعضو المنتدب السيد طارق السديري، شكرا جزيلا لك.